أحييكم إلى الأخبار من الميادين وفي عناوينها. لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الصادقة والشريفة. ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين. نائب الأمين العام لحزب الله: ماضون في القيادة والسيطرة، وما نقوم به هو الحد الأدنى في المعركة، والخيارات مفتوحة وجاهزون للالتحام البري. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنتي كابري وجيش هزيف ومدينة صفد وقاعدة الناعورة. الصحة اللبنانية: 105 شهداء ونحو 360 جريحا من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال 24 ساعة. الاحتلال يقتال قائد حماس في لبنان وثلاثة من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وفي غزة: المقاومة تستهدف مواقع قيادة الاحتلال في محور نتساريم، والمجازر الإسرائيلية مستمرة في وسط وجنوب القطاع. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف أهداف حيوية في حيفا ووسط الأراضي المحتلة بصواريخ الأرقب والطيران المسير. أهلا بكم. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل واهمة إذا اعتقدت أن يدها المفتوحة دوليا وتصميمها على العدوان سيوصلانها لأهدافها. وفي أول كلمة له بعد ارتقاء سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله، شدد الشيخ قاسم على أن المقاومة ماضية في القيادة والسيطرة وفقا للآلية التنظيمية التي وضعها السيد نصر الله. رباها وواكبها سماحة الأمين العام حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وأشرف على قيادتها، هي مسيرة مستمرة. حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده، وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدين ما كنت تتابعه أيها الأمين بالدقة نفسها وبالخطوات التي رسمتها. وقد تابع الإخوة عملهم كنتيجة للهيكلية المنظمة التي أسستها والتي تتابع في أصعب الظروف، والخطط البديلة التي وضعتها للأفراد والقادة البدائل نحن نتعامل معها، والجميع حاضر في الميدان. نشير إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا. وسائل إعلام إسرائيلية تقول: عشرات عمليات الإطلاق من لبنان نحو إسرائيل خلال الساعتين الماضيتين. وفي سياق النشرة، حيث جزم الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة لن تتزحزح عن موقفها وأنها ستواصل عملياتها إسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه. رغم فقدان عدد من القادة وسماحتكم العنوان الأبرز، ورغم الاعتداءات على المدنيين في كل لبنان تحت مرأى العالم، ورغم التضحيات الكبيرة ومحاولات إرباك ساحتنا بأهلنا ومحبينا، لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الصادقة والشريفة. ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه
وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين. الشيخ نعيم قاسم أكد كذلك أن عمليات المقاومة مستمرة وأن الخيارات مفتوحة أمامها وأنها مستعدة لمواجهة أي احتمال لعدوان بري إسرائيلي على لبنان. أحب أن أعلمكم بأن ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة، وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان. نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا، فالقوات قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا، وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه، وسنخرج منتصرين من هذه المعركة. كما شدد الشيخ نعيم قاسم على أن إسرائيل لم ولن تتمكن من أن تطال القدرات العسكرية للمقاومة، وأكد أن ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي هو مجرد حلم. نحن نعمل كل ما في وسعنا ونعالج الاغتيال للكوادر بالكوادر البديلة. لم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية، وما يقوله إعلامها بأنهم ضربوا أكثر القدرات المتوسطة والبعيدة، هذا حلم لم يصلوا إليه ولن يصلوا إليه. قدرتنا متينة وكبيرة، وهو يجن في كثير من الأحيان بسبب عدم قدرته على الوصول إلى هذه القدرات. لدينا الجهوزية الكاملة بحمد الله تعالى ومستمرون. ولفت الشيخ قاسم إلى أنه سيتم اختيار أمين عام لحزب الله في أقرب فرصة ممكنة وفق الآلية المعتمدة، مشيرا إلى أن الخيارات ستكون سهلة. نحن الآن نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب. في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة، ويوجد بدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان. سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة، وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت. كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة، لأنها واضحة ولأننا على قلب واحد. إذا كان هناك أحد يعتبر أنه سينتظر بعض التعيينات ليرى ما الذي سيحصل، أقول لكم ما يحصل الآن هو قيد المتابعة العادية والطبيعية، وبالتالي لا تنتظروا أمورا قد لا تكون على خاطركم أيها الأعداء. وكان الشيخ قاسم قد استهل الكلمة بحديث مؤثر عن رفيق دربه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. نعزي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بفقد حبيبنا وعزيزنا وقائدنا سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، ونعزي ولي الأمر القائد الخامنئي دام ظله، والمراجع العظام والمجاهدين والمجاهدات، ونعزي عائلته الشريفة الزوجة والأولاد والأهل الكرام، ولبنان والمنطقة والعالم والأحرار، ونبارك
له ولإخوانه الذين استشهدوا معه أرفع وسام الشهادة، أرفع عطاءات الدم، أرفع التضحيات. وسام الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه الذي يرفرف فوق الأوسمة الكثيرة التي حصل عليها في حياته وجهاده. رحمك الله يا والد الشهيد، يا أبا الشهداء، يا أيها الحر العظيم في حياتك وفي مماتك. الآن نتحول إلى شبكة مراسلين. معنا الزملاء علي مرتضى من جنوب لبنان، وعمر كايد من البقاع، وعباس الصباغ معنا من بيروت. مرحبا بكم جميعا، والبداية منك علي مرتضى لتطلعنا على آخر الأخبار والتطورات الميدانية. تحية طيبة محمد. في آخر التطورات الميدانية، هي الغارات التي نفذت من قبل العدو الإسرائيلي واستهدفت بلدات عدة محيطة في مدينة صور. الغارات استهدفت بلدة الناقورة قبل قليل، كذلك بلدات، سوف أطلب من الزميل أحمد طبعا إظهار الغارة في الناقورة، كذلك كنا أمام استهداف لبلدات كفرة، الحوش، مجد الزون، وطير حرفة في العمق أيضا، يعني في القرى المقابلة للحدود مباشرة استهدفت بسلسلة من الغارات. طبعا هذه الغارات تضاف إلى غارات أخرى تحدث في مختلف الأماكن والمدن التي تتواجد في جنوب لبنان من القطاع الشرقي وصولا إلى القطاع الغربي. لم يتوقف الطيران الحربي الإسرائيلي عن استهداف هذه البلدات. في المقابل، المقاومة الإسلامية اليوم أيضا تحافظ على عملياتها العسكرية بشكل منتظم وواضح، بأن النيران تستهدف نفس الخطة العسكرية التي كانت يعني يتم شنها منذ بداية هذا العدوان، وهي خنق بحيرة طبرية، خنق العفولة، وكذلك استهداف المناطق الغربية بحيفا. سمعنا أصوات إطلاقات، ربما تكون قذائف مدفعية أو ربما تكون غارة من مسيرة، سأتابع طبعا هذا الموضوع. بالنسبة لعمليات المقاومة اليوم، حزب الله استهدف قاعدة النعورة. قاعدة النعورة موجودة في وسط شمال فلسطين المحتلة شرق العفولة. هذه القاعدة استهدفت بصلية من صواريخ فادي اثنين. في المقابل أيضا استهدف مدينة صفد إلى الشرق في محيط طبرية، تم استهداف المدينة كمدينة بحد ذاتها. وكذلك كان هناك أيضا غارة أخرى الآن، تستهدف طبعا، إذن هي سلسلة من الغارات المتفرقة التي تستهدف بلدات القطاع الغربي وبالتحديد البلدات المحيطة بصور. على الأرجح بأننا أيضا أمام استهداف لبلدة طير حرفة وكذلك مختلف البلدات في ذاك المكان. طبعا أعود إلى عمليات المقاومة. عمليات المقاومة وصلت إلى 5 عمليات كما قلت. قاعدة النعورة استهدفت وهي تقع شرق العفولة، مدينة صفد استهدفت كمدينة، كذلك كان هناك استهداف لمستعمرات في شمال نهارية. هذه المستعمرات هي ساعر وهشر هزيف. كنا قد ذكرنا في الرسالة السابقة عن رصدنا لنيران مباشرة من لبنان باتجاه أهداف في الجليل الغربي. تبين بأن الهدف هو مستعمرة كبري التي قصفت بصلية صاروخ من لبنان. إذن حزب الله يواظب على كمية من النيران ومنسوب من النيران ممسوك، لم يتم زيادة منسوب النيران بشكل كبير باتجاه الجبهة. لا تزال الخطة التي بدأ فيها حزب الله في مواجهة هذه العدوان سارية المفعول. طبعا هي خطة الشهيد السيد نصر الله. هذه الخطة التي تقتضي بخنق المستوطنين أكثر فأكثر في محيط طبرية وبالمدن الرئيسية في صفد وغيرها، وبالتالي جعلهم ينزحون باتجاه الوسط، كذلك باتجاه الغرب وحيفا. يبدو بأن حيفا تركت لحدث مهم وتصعيد لافت، إلى أنها بالأمس قصفت أيضا بصاروخ باليستي أصابة. كذلك الإطلاقات باتجاه تل أبيب المنتظمة وبصاروخ واحد كنوع من الرسائل، وهذا ما حدث طبعا منذ أيام. في المقابل، العدو الإسرائيلي لا يزال يستهدف الأهداف الجوية التي يمتلكها في جنوب لبنان. هم يقدمون أنفسهم
بأنهم استهدفوا أكثر من نصف من ترسانة حزب الله الصاروخية. اليوم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد تحدث ونفى هذا الموضوع مضيفا بأن القدرات الصاروخية موجودة، إلا أن عدم الإطلاق هو ناتج عن قرار من القيادة، وذكر بأن القيادة والسيطرة ومنظومة القيادة والسيطرة لدى حزب الله ممسكة بهذا الأمر، ويسيرون على خطى كان قد رسمها الشهيد السيد حسن نصر الله بطريقة التعامل مع المعركة. بالمجمل إذا نظرنا إلى الوضع بشكل عام، إسرائيل استنفذت أهدافها، في المقابل حزب الله لا يزال يمتلك العديد من الأوراق، لا يزال يلعب بأقل قدر من النيران كما ذكر الشيخ نعيم قاسم، ولم يتم زيادة هذه النيران إلا بحساب آخر، إلا بحسابات الجبهة وبحسابات رؤية هذه الجبهة. بالمجمل هذه هي كل التطورات على الجبهة اللبنانية، إن كان بشكل عام وإن كان أيضا بشكل خاص عبر الاستهدافات والعمليات. واضح علي، ونحن سنبقى نتابع معك التفاصيل الميدانية أولا بأول، خصوصا وهذه الاعتداءات التي تحصل في هذه الأثناء حيث أنت. ونتحول الآن إلى الزميل عمر كايد مراسل الميادين، هو معنا من البقاع. عمر، كيف تبدو الأوضاع؟ نعم محمد، قبل الحديث عن التطورات الميدانية أود أن أسجل بعض المشاهدات التي عاينتها اليوم وخلال اليومين الماضيين فيما يتعلق بنبأ استشهاد السيد حسن نصر الله. كان فور سماع هذا النبأ عم الحزن جميع القرى والبلدات اللبنانية في الشرق الأوسط وفي البقاع الغربي، كانت للأمانة وبكل صراحة كانت صدمة للناس، وحتى الكثير من الناس لم يكونوا يودون أن يصدقوا هذا الخبر. فهذا الرجل هو الذي رافقهم على مدار أكثر من 3 عقود، كان أباهم الروحي، كان صانع انتصاراتهم، كان الرجل الذي يمسح على قلوبهم ويثبتهم. كان هذا الفقد يعني بكل صراحة كأن كل شخص فقد والده أو أمه باستشهاد السيد حسن نصر الله. خلال اليومين الماضيين وخلال تجولنا وحديثنا مع بعض الناس كنا نراهم لا يتكلمون، فقط يسمعون خطابات السيد نصر الله ويبكون. لكن اليوم يبدو أن المشهد تغير بعد خطاب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. لاحظنا أن هذا الانكسار أو هذا الحزن الذي لازمهم خلال اليومين الماضيين وهو حزن مفهوم وهو حزن طبيعي، تحول هذا الحزن إلى قوة وثبات وإلى إصرار على متابعة هذا الطريق الشريف المقدس. وتحول هؤلاء الناس إلى عادت إرادتهم إلى سابق عهدها، وعادوا واثقين بأن الانتصار قريب وبأن المقاومة ثابتة مهما دفعت من تضحيات، حتى لو كانت هذه التضحية وصلت إلى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. هذا هي الملاحظة الأولى التي عينتها اليوم. أما فيما يتعلق بالملاحظة الثانية، ورد بعد الظهر عدد من الاتصالات والرسائل إلى عدد من الأهالي، إلى ساكني بعض البيوت وإلى بعض رؤساء القرى والبلديات في البقاع الأوسط، يطلبون من الناس إخلاء منازلهم فورا والخروج، لأن القوات الإسرائيلية أو الطائرات الإسرائيلية ستستهدف بعض المقار وبعض الشقق التابعة للمقاومة في هذه المناطق. فأحدث هذا الأمر الكثير من القلق والبلبلة، وخرج الناس من بيوتهم إلى أماكن أخرى. لكن تبين أن هذه الاتصالات هي اتصالات مشبوهة، هي اتصالات ليس صحيحة، هدفها إحباط عزائم الناس وحرب نفسية ودفعهم للخروج من منازلهم وأن لا يشعروا بالأمن والأمان. هذه الملاحظة الثانية. فيما الملاحظة الثالثة، استمرار توافد الأهالي من البقاع الشمالي إلى البقاع الأوسط الآمن نسبيا إلى حد ما. الآن بدأت تستهدف بعض قرى البقاع الأوسط ولم يعد آمنا يعني كما كان قبل. بالأمس استهدفت بلدة جبجنين واستشهد 3 أشخاص، بينهم القيادي في الجماعة الإسلامية محمد داحروج، وقد جرى تشريعه اليوم هو وزوجته وابنه. والآن منذ نحو 5 دقائق محمد، قبل أن أبدأ مداخلتي هذه، هناك غارة على بلدة الرفيد في البقاع الغربي، وهي أول مرة تستهدف بلدة الرفيد الآن، يعني منذ بدء العدوان حتى الآن هذه المرة الأولى التي تستهدف بلدة الرفيد.
يتوافد الأهالي إلى البقاع الأوسط بعد الغارات العنيفة التي يتعرض لها البقاع الشمالي. محمد، البقاع الشمالي سجل بالأمس 57 شهيدا وعشرات الجرحى، اليوم 19 شهيدا مع البقاع الغربي، يعني نتحدث عن 12 شهيدا في الهرمل ومحيط الهرمل، ونتحدث عن شهيد استشهد وارتقى ايضا منذ نحو ساعة في بلدة عبدوس غربية بعلبك. فهذه 13 و6 في البقاع الغربي، 6 مسعفين في البقاع الغربي بعد ان استهدفوا 3 مقار لهم. الملاحظة الرابعة، في الأيام الماضية لاحظنا حركة نزوح كثيفة باتجاه الأراضي السورية وتحديدا عند معبر المصنع. اليوم رأينا أن هناك حركة السير خفيفة جدا، وهذا يعود إلى تسهيل الإجراءات التي قام بها الأمن العام، تسهيل إجراءات الخروج للوافدين الذين يريدون أن يذهبوا إلى الأراضي السورية، ويعود أيضا ربما إلى الاستهداف الأول الذي حصل ليلة أمس لجديدة يبوس مع المعبر السوري الذي يعبر منه اللبنانيين من عمر جهة. أعتذر على المقاطعة، لكن لابد من الإشارة إلى هذا الخبر العاجل. المقاومة الإسلامية في لبنان تقول استهدفنا مستعمرة كفر جلعادي بصاروخ نور. إذن هذا أحدث خبر حتى اللحظة نقلا عن المقاومة الإسلامية في لبنان، وسنعرف بعد قليل تفاصيل أكثر ربما حول هذا الصاروخ نور الذي استهدفت المقاومة الإسلامية به مستعمرة كفر جلعادي. نعم عمر. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية أيضا محمد، لا أود أن أذكر كل الغارات لأن الغارات كثيفة وعلى مختلف البلدات وتحديدا في البقاع الشمالي وبعض قرى البقاع الأوسط والبقاع الغربي. بعض هذه البلدات تستهدفها الطائرات الإسرائيلية بشكل متكرر، لكن ما أود أن أتوقف عنده هو حول نوعية التصعيد. ما هو التصعيد الجديد الذي حدث في بلدة عبدوس؟ استهدف لأول مرة محطتي وقود، وقد استشهد شخص من آل جعفر، وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف بها محطات وقود، وهذا يهدف بالطبع إلى شل حركة المواصلات وإلى شل حركة السير. أيضا الملاحظة الثانية، نتحدث الآن عن الغارة التي شنت على الرفيد، وهذه مناطق هي مناصرة لتيار المستقبل تقليديا، وهي مناطق تعد بين قوسين آمنة نسبيا، تستهدف اليوم وبالأمس استهدفت جيب جنين. أيضا جرب استهداف الطريق العام، وأيضا هذا يهدف إلى شل حركة السير. الطريق العام عند مفرق يونين، وهو هذا المفرق، هذا الطريق يربط مدينة بعلبك بالهرمل، وأيضا استهدف الطريق بين عيناتا والأرز، وهو الطريق الذي يربط البقاع الشمالي بشمال لبنان. هذه التطورات سجلت منذ يوم أمس، وهناك تطور آخر له علاقة باستهداف معبر جديدة يبوس الذي تحدثنا عنه منذ قليل. واضح الزميل عمر، ونحن بالتأكيد سنتابع معك التفاصيل وتطورات الميدانية أولا بأول. ونتحول الآن إلى الزميل أحمد عبد الله مراسل الميادين، هو معنا من بيروت. مرحبا بك أحمد، إن كنت تسمعنا الآن بوضوح. أيضا نريد أن نسألك عن آخر التفاصيل لديك، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي مؤخرا على بيروت. نعم محمد، أسمعك جيدا. اليوم استحوذت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو على الاهتمام، خصوصا أنه المسؤول الأول الغربي الذي يزور لبنان بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي في الأيام الماضية، أيضا خاصة بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. إذن هي الزيارة الأولى لمسؤول غربي إلى لبنان. هو كان اختتم زيارته قبل قليل بمؤتمر صحفي حدد فيه أهداف زيارته بثلاثة أهداف. الأولى هي تقديم الدعم للبنان، وهو قال إنه قدم على متن طائرة عسكرية تحمل مساعدات طبية وإغاثية. الهدف الثاني هو التواصل مع المواطنين الفرنسيين اللبنانيين، خاصة بعد إعلان الخارجية الفرنسية مقتل مواطنين اثنين فرنسيين
بضربات في لبنان، هو لم يحدد بطبيعة الحال مصدر هذه الضربات. أما الهدف الثالث فهو السير في المبادرة الدبلوماسية والطرح الدبلوماسي المقدم من الولايات المتحدة وفرنسا في نيويورك، والذي كان يعني يطرح هدنة لمدة 21 يوما. هو أتى ليستكمل هذه المبادرة، هو قال إن المبادرة ما زالت على الطاولة، ما زال هناك أمل ولكن الوقت قصير، وأيضا حتى المسؤولين اللبنانيين على تحريك المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية. وزير الخارجية الفرنسية كان جال على المسؤولين اللبنانيين منذ يوم أمس، وهو التقى وزير الصحة فراس الأبيض، أيضا التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرساعي، بالإضافة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بالنسبة لأبرز مواقف المسؤولين اللبنانيين، نبدأ بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد بعد استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن مدخل الحل هو في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والعودة إلى النداء الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف إطلاق النار، ورأى أن الأولوية هي لتطبيق القرار الدولي رقم 1701، مع الإشارة إلى أن أيضا الرئيس ميقاتي تحرك داخليا وذهب باتجاه عين التيني مقر الرئاسة الثانية، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا كان له تصريح بعد هذا اللقاء. أبرز ما جاء على لسان ميقاتي هو التأكيد على الموقف بالتزام بمبادرة الفرنسية الأمريكية، وأيضا القول بأن فور توقف إطلاق النار سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي، وفور إطلاق النار سيستعد أيضا بحسب ميقاتي الجيش اللبناني للذهاب إلى جنوب الليطاني. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأبرز مواقفه تلخصت بالقول إن إسرائيل هي المسؤولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان، مؤكدا أن كرة النار الإسرائيلية تطال لبنان، كل لبنان، مشيدا بتماسك اللبنانيين ووحدتهم وتضامنهم ضد العدوان الإسرائيلي. هذه أبرز المواقف السياسية التي سجلت اليوم، حركة دبلوماسية نستطيع القول إنها لافتة إن كانت على الصعيد الخارجي بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، وإن كان على صعيد الاتصالات الداخلية. أيضا نشير إلى أن قائد الجيش جان قهوجي، بل عفوا قائد الجيش جوزيف عون، كان قد زار أيضا عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصوصا بعد بيان الجيش الذي تحدث عن ضرورة وحدة اللبنانيين خاصة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان في هذه الفترة. ومن المنتظر، من المرتقب أن تستكمل هذه الحركة الاتصالات السياسية يوم غد، إن كان في السرايا الحكومية وإن كان أيضا في عين التيني. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الزميل أحمد عبد الله، ونتحول إليك عباس الصباغ. في هذه الأثناء هناك غارة إسرائيلية على بلدة كفركيلا، نقلا عن مراسل الميادين. عباس، وأنت معنا أيضا من بيروت، كان هناك عدوان إسرائيلي على منطقة الكولا في بيروت، في تطور لافت أيضا بما يتعلق بهذا العدوان المستمر على لبنان، وأيضا كانت هناك بعض الشائعات في الساعات الماضية عن طلبات إخلاء لمناطق تبين بعد ذلك أن هذه كاذبة أو مجرد إشاعات. مزيد من التفاصيل معك. نعم، تحية لك محمد ولجميع الزملاء والمشاهدين الميادين الكرام. بطبيعة الحال يعني هناك أكثر من ملاحظة سجلت هذا اليوم. أولا فجر هذا اليوم كان هناك عدوان إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا على منطقة الكولا، إحدى المناطق الحيوية في بيروت. وهذا التطور في اتساع مدى العدوان الإسرائيلي عندما تستهدف العاصمة اللبنانية للمرة الأولى بغارة لاغتيال قادة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحسب ما أعلنت الجبهة ونعت ثلاثة من كوادرها. هذا التطور غير المسبوق، ليس فقط منذ عدوان تموز وإنما عام 2006، وإنما منذ حتى عقود نستطيع القول لم تلجأ تل أبيب وجيش الاحتلال إلى مثل هذه الغارات. طبعا الحال الهدف من هذه الغارات أيضا بث الرعب الذي ترافق مع إشاعات وإدعاءات وإرسال رسائل تحذيرية لعدد من السكان وفي مناطق بيروت تحديدا، وهذا يعني ترافق مع
أولا هذه الغارة يعني استلحق هذه الغارة في مزيد من الضغط الذي يمارسه إن كان جيش الاحتلال أو من يلهو أحيانا بإرسال مثل هذه الشائعات. طبعا كما تحدث زميلنا عمر تبين بأن هذه الشائعات أيضا في بيروت غير صحيحة بعد التدقيق من قبل الأجهزة الأمنية. أما هنا ميدانيا فسجل بعد كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقليل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية، وبشكل متواصل استمر لساعات. قبل قليل توقف هذا التحليق، أو على الأقل لم نعد نسمع صوت المسيرات لأنها ربما على ارتفاع شاهق، فيما مطار بيروت الدولي يعني يعمل بشكل لا نقول بشكل طبيعي، لكن لاحظنا منذ الصباح هبوط وإقلاع عدد من الطائرات إلى هذا المطار. طبعا كان آخرها طائرة التي أقلت وزير الخارجية الفرنسية، والتي ستقل بعض الرعاية بحسب ما علمنا من مصادر في مطار بيروت الدولي. أما ما يشهده الميدان هنا في الضاحية الجنوبية فهدوء حذر وانهيار أحد المباني في منطقة الحدث جراء غارة إسرائيلية كانت فجر السبت الفائت، إضافة إلى انبعاث الدخان من بعض الأماكن التي استهدفها العدوان الإسرائيلي. عدا أن بعض سكان الضاحية الجنوبية اليوم كانوا يتفقدون منازلهم، وبعضهم يأخذ بعض الحاجيات من تلك المنازل لأنهم تركوها بطبيعة الحال بعد التهديدات الإسرائيلية واستئناف العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عباس الصباغ مراسل الميادين، كنت معنا من بيروت. وكان قد ارتقى عدد من الشهداء في مدينة صور من جراء غارة إسرائيلية استهدفت حارة صور. علي الأحمر والتفاصيل. نحن نقف على ركام أحد المنازل والمباني السكنية الذي جرى استهدافه بشكل مباشر يوم أمس من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. هذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بحسب الإحصائيات الأخيرة، وهم من آل السمرة، آل الشعار، آل شبقجي وآل أبو عصام. عدة عائلات كانت تسكن في هذا المنزل جرى تدميره بشكل مباشر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. أيضا الغارة أدت إلى تضرر كبير في الحارة في منطقة حارة صور، وإلى تضرر في المبنى الملاصق. نحن في منطقة سكنية شعبية مدنية تشهد يعني اكتظاظ بالسكان، كان عدد لا بأس به من المواطنين كانوا لا يزالوا داخل منازلهم في حارة مدينة صور. الغارة أدت إلى ارتقاء ما لا يقل عن 8 شهداء، فيما تعمل فرق الإنقاذ والدفاع المدني على انتشال عدد أيضا من الشهداء من تحت الركام. علي الأحمر من حارة مدينة صور الميادين. العدوان الإسرائيلي على لبنان استهدف مدينة الهرمل ومحيطها بعشرات الغارات، وارتكب فيها عدة مجازر فضلا عن دمار كبير لحق بمنازل السكان. محمد الساحلي والتفاصيل. في هذا الحي السكني بامتياز شمال مدينة الهرمل كانت أهداف للطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث أصيبت عشرات المنازل هنا. شمال مدينة الهرمل، إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صواريخها إلى هذا المكان. هذا المنزل هنا حيث عائلة علي فواز الجوهري قضى هو وزوجته وثلاثة من أولاده، بالإضافة إلى جريحين تم نقلهما من المكان. كما أن في المحيط هذا المكان عشرات المنازل السكنية قد نقل منها جرحى إلى مستشفيات الهرمل. فجرا إلى اليوم حوالي 3 مجازر في مدينة الهرمل بمناطق مختلفة استهدفت مدنيين، غالبية الشهداء هم من الأطفال، الغالبية أطفال يعني أيضا ذكور وإناث، وربما الإناث أكثر من الذكور على مستوى الأطفال، وأيضا يعني عجزة وكبار سن ونساء. وبالتالي فليرى العالم هذا الوجه، وإن كنا لا نراهن لا على المجتمع الدولي في أن يمنعه، وإلا كان منعه في غزة سابقا، وفي الوقت ذاته ندعو أهلنا دائما إلى الثبات
وإلى أخذ الحيطة والحذر بطبيعة الحال، وألا يظن أحد أن الإسرائيلي يفرق بين مقاوم وبين مدني. وكل الجرحى وكل الشهداء اللي راحوا هودي مدني وبيوت مدنية بيوت عزل، هو الضرب هو من أجل ضرب بيئة المقاومة. لكن فليعلم فليعلم كلما قتلنا كلما اشتدنا تمسكا بهذه المقاومة. أسبوع مضى على العدوان الإسرائيلي على البقاع، صعوبات تعاني منها المستشفيات وفرق البحث والإنقاذ، إلا أن هذه المرافق وهذه الفرق تتهيب لما هو قادم من الأيام. محمد الساحلي في الهرمل شمال البقاع الميادين. في هذه الأثناء يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطواقم الطبية والمسعفين في عدة قرى وبلدات جنوبية. فاطمة فتوني والتفاصيل. منذ أيام والطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم باستهداف الطواقم الطبية المتواجدة في جنوب لبنان، إن كان في الخطوط الأمامية أو تلك التي تقع في القرى البعيدة عن خط المواجهة في عمق الجنوب اللبناني. تستهدفهم الطائرات الحربية الإسرائيلية، تستهدف مراكز الهيئة الصحية أو حتى جمعية الرسالة، وأحيانا تكون الغارة بالقرب من المراكز عن قصد، وهذا ما يتعمد الاحتلال الإسرائيلي. هذا منذ 3 أيام حتى اليوم ارتفع عدد الشهداء المسعفين إلى 20 شهيدا، توزعت على مناطق طير دبة، حمين الفوقة، قبريخة، الطيبي ودير سريان. لابد أن أشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبي ودير سريان استهدف 3 مراكز للهيئة الصحية. الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران لا تطلق الشعارات فقط وإنما تتحرك في الوقت المناسب، وشددت على أن الكيان الصهيوني ومن يريد زعزعة الأمن القومي الإيراني سيتلقى الرد، وأن مغامراته وأفعاله لن تبقى من دون رد. نحن لا نرفع الشعارات بل نفعل، وقد أثبتنا ذلك عمليا. إننا نتصدى بحزم للمعتدين والمغامرين الذين يفكرون بالاعتداء على الأمن الإيراني وسيادة بلادنا ووحدة أراضينا، ونرد بحسم ونجعل الأعداء نادمين، ونقطع أيدي المعتدي وأرجله، وإذا لزم الأمر وحان الوقت سنمضي نحو بيت المقدس نفسه. لا أحد يشكك بقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد على أي معتد. إيران ستتصدى بحزم لأي اعتداء وستقطع يد المعتدي. لا نخاف الحرب ولا نسعى لها، بل نحن نعمل على تعزيز السلام والاستقرار والأمن، لكننا لم ولن نقف مكتوفي الأيدي أبدا أمام من يهدد أمننا. كنعاني أكد أن شعوب المنطقة والمقاومة في لبنان وفلسطين قوية ذاتيا وقادرة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الصهيوني، وشدد على عدم وجود حاجة لإرسال القوى البشرية للجبهات، مشيرا إلى أن بلاده لم تتلقى أي طلب بهذا الشأن. نعتقد أن دول المنطقة وشعوبها والمقاومة في لبنان وفلسطين أقوياء ذاتيا وقادرون على الدفاع عن أنفسهم والتصدي للعدوان الصهيوني، ولا حاجة إلى إرسال القوى البشرية للجبهات، ولم نتلقى أي طلب لذلك. المقاومة في لبنان وفلسطين تخوض حربا غير متكافئة، والكيان الصهيوني بعد هزائمه المتعددة لا يستطيع مواجهة المقاومة، لذا يرتكب جرائم شنيعة بأسلحة الدمار الشامل. المقاومة في لبنان أثبتت قدرتها على التصدي للعدوان الصهيوني، والحروب السابقة تعكس ذلك. نؤكد أنه ليس لدى إيران أي قوة بالوكالة في المنطقة، وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين تعمل لصالح شعوبها وقضاياها، وإيران تدعم هذه القوى ومطالبها الشرعية. إلى غزة، وفيها أعلنت سرايا القدس قصف مواقع لقيادة جيش الاحتلال في محور نتساريم، بالإضافة إلى تموضعات أخرى في موقع أبو عريبان وفي محيط المستشفى التركي، بالتوازي مع استمرار عمليات المقاومة. واصل الاحتلال عدوانه على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 20 شهيدا في مجزرتين إسرائيليتين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى 41,615. وفي السياق، أفاد مراسل الميادين بأن مدفعية الاحتلال استهدفت منطقة العمور شرق بلدة الفخاري، شرقي مدينة خان يونس، وشرقي حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
ألوية الناصر صلاح الدين أعلنت في ذكرى انطلاقها عن تصنيعها سلاح قناصة AMA ودخوله الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قنص عديدة في معركة طوفان الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. صدق الله العظيم. الذكرى السنوية 25 لانطلاقة لجان المقاومة وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، ومن خضم معركة طوفان الأقصى نجدد العهد والبيعة مع الله وعلى نهج قائلنا الشهيد المؤسس جمال أبو سمهدانا أبو عطايا رحمه الله في الاستمرار في قتال العدو الصهيوني حتى ننال الحرية والعودة إن شاء الله، ونعلن عن دخول قناصه AMA الخدمة منذ بداية معركة طوفان الأقصى نسبة للشهيد الشهيد القناص محمود العرقان متعب وأحمد العرقان أبو العبد. والحمد لله أن هذه البندقية أبدت إصابات دقيقة وناجحة، وكما نهديها لروح الشهيد إياد أبو حسنة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، حيث استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في مخيم عسكر، كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حسان وفي بلدة تقوع في بيت لحم. ووثقت مقاطع فيديو إصابة جندي إسرائيلي خلال اقتحام مدينة قلقيلية ونقل إلى المستشفى. من جانبها نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق، وأغلقت مدخل بلدة سعير شمال الخليل، وأعاقت وصول الطلبة والأهالي لمدارسهم ولأماكن عملهم، كما حطمت مركبات الأهالي وفتشت عددا منها خلال اقتحام جبل أبو رمان. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف هدفين منفصلين في فلسطين المحتلة، وأشارت المقاومة في بيان منفصل إلى استهداف هدف حيوي في أم الرشراش إيلات، مؤكدة أنه جرى بواسطة الطيران المسير وأنها مستمرة في دك معاقل الاحتلال بوتيرة متصاعدة. إلى اليمن، حيث ارتقى 5 شهداء وأصيب 45 في عدوان إسرائيلي على محافظة الحديدة. وأفاد مراسل الميادين بشن جيش الاحتلال أكثر من 10 غارات استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب، أي الكهربائيتين غرب اليمن. وأسفر العدوان عن اشتعال النيران في خزانات الوقود في ميناء الحديدة. هذا وأكد مصدر يمني مسؤول للميادين أن العدوان على الموانئ اليمنية والمنشآت المدنية سيقابل بأهداف مدنية،
المصدر المسؤول قال للميادين إن العدوان الإسرائيلي على الميناء لن يوقف اليمن عن معركته ولن تتوقف العمليات العسكرية مطلقا. وأضاف أن بنك أهداف الجيش اليمني داخل عمق العدو كبير واستراتيجي، والجيش مستعد لكل السيناريوهات. لا يختلف المشهد في صغرتة عن باقي مناطق شمال لبنان. استنفار واسع لدى مختلف الفئات الشعبية والهيئات والجمعيات الأهلية لاحتضان النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لمنطقة تتعرض للعدوان الإسرائيلي، والعمل على احتياجاتهم. مايك شلهوب والتفاصيل. لا كلام يعلو فوق كرم أبناء صغرتة. هنا الضيافة قد تكون نادرة. اعتاد أبناء المدينة الشمالية أن يفتحوا بيوتهم قبل مدارسهم للنازحين، تماما كما حصل في حرب تموز من عام 2006. بصغرتا من 2006 سليمان فرنجي قال كلمة: ما تقولوا نازحين، قولوا أهلنا. واليوم عم بيتكرر المشهد نفسه، وإن شاء الله بيتكرر النصر ذاته مرتين. نحن فتحنا قلوبنا، بيوتنا، مدارسنا، كنايسنا، مؤسساتنا لأهلنا اللي إلن على كل لبناني. مش معقول أنت تكون قاعد عم بتغني ألا معك يا بيت صامت بالجنوب، ولما سقف هيدا البيت بيتدمر ما بتعطيه سقف آخر. فالناس بين أهلهم وناسهم وببيوتهم، وهندي شرف لهالبلد. المؤسسات الإنسانية لتيار المردة تتحمل الجزء الأكبر من المساعدات على مختلف أنواعها. صالات خاصة بالكنائس تحولت إلى مستودعات زرائية. كيف لا، أجراس الكنائس ستقرع فرحا يوم الانتصار. كصغرتا وبترتلفش صرنا تقريبا فاتحين 15-16 مركز إيواء غير البيوت. كلهم مرتاحين، شكلنا لجان بكل مركز من كل غرفة تيتابعوا مع بعضهم التنظيف، وقت الأكل، يعني كل متطلباتهم اللي عم نأمن لهم إياها. آلاف الأطباق تتحضر يوميا بغية أن يشعر النازح وكأنه في منزله. منسهر أنه يكون كل حاجيات تتأمن لهم، من حاجات من أكل لدواء لمساعدات طبية. الصغار قبل الكبار يعبرون عن لحمة وطنية ومزيج طائفي يعكس غنى لبنان بتنوعه. طبعا نحن كلياتنا ايد واحدة وكلياتنا اخوة بالنهاية. نحن بيوتنا منحدكم بقلوبنا، انتو بالقلب، وانتو مطرحكم هون. وبإذن الله والله يرحم الشهداء اللي ماتوا ويطول بعمر اللي عم يحاربوا لأجل لبنان. ونحن منتشكركم، ونحن انتو هون بالمنطقة منطقتكم، بس تجونا هون اخواتكم. هون نحن كلياتنا أخوة، كلياتنا إيد واحدة بإذن الله، ونحن منتصرين بإذن الله. رحلة الألف ميل للوصول إلى الشمال جعلها أبناء صغرتة رحلة قصيرة ومريحة لمن شق طريقه من أقصى الجنوب. الأهالي هنا يرفضون كلمة نازح ويستبدلونها بعبارة أهلا بكم في بيتكم وفي دياركم. مايك شلهوب من مدينة صغرتة شمال لبنان، الميادين. في ظل ما يتعرض له لبنان، إسرائيلي وحشي يستهدف المدنيين في العراق، حملات الدجستي للشعب اللبناني. صلاح الخزاعي والتفاصيل. وضع القرارشي العراقي الأمور في نصابها تجاه ما يتعرض له لبنان وشعبه من عدوان، وقررت الحكومة حزمة تسهيلات للتخفيف عن اللبنانيين وفتح جسر جوي للمساعدات، ليكون ذلك خطوة واكبة الحراك الشعبي الذي انطلق لنصرة أشقائهم. العراقي بطبيعته الفطرية هو ميال لأخذ زمام المبادرة في جميع الظروف، لذلك تجد حتى في إذا راجعنا التاريخ منذ العام 1947-48 وعند ظهور القضية الفلسطينية، كان للعراق هو يتصدر النفوذ العربي والإقليمي، وهذه هي جزئية منطقية، لأن العراق على مدى التاريخ تجد بأن له بصمات في المساهمات الخارجية. الحراك الشعبي واكب بيان المرجعية الدينية في الدعم اللوجستي ونصرة المقاومين، فهرعت المؤسسات العراقية وبدأت حملات جمع التبرعات لإيصالها إلى لبنان، فكانت فزعة الحشد وحملة العتبات المقدسة وحملة معكم.
هو أمر ليس مرتبطا بثقافة أو بعقيدة أو بشخص أو ببلد أو بجغرافيا أو بمذهب. هذه ثقافة عراقية سواء كانت مع فلسطين أو مع لبنان أو مع أي بلد عربي يتعرض إلى نكبة أو مشكلة. الفعاليات الاجتماعية الشعبية ومواكب الخدمة الحسينية بدأت بالتحرك ذاتيا لتنظيم مواكب الدعم في خطوة سجلتها تحت عنوان الواجب الأخلاقي والشرعي والإنساني تجاه شعب لبنان. تعكس منصات التواصل الاجتماعي ملحمة التضامن إنسانيا مع شعب لبنان إلى جانب نصرة المقاومة العراقية لغزة ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي، وكلاهما مصداق عراقي لوحدة الساحات. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. بهذا تنتهي النشرة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل دوما على الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.